تمام، صلي المغرب، وعارفة انه شوية في مشي بس عادي، يعني مو تعبانة، مبسوطة وانا كذا ماشية جنب ابويا. ما ادري كيف الناس اللي يكون ابوهم امهم عايشين ما يزوروهم. انا ابويا ميت وانا احسه عايش معايا. اي عادي اتضارب انا وخالة هند، بس ما تهون علي، ما تهون علي. يعني امك وابوك عايشين، كيف عندك قدرة انك انت ما تزورهم؟ كيف عندك قدرة ترميهم في دار عجزة؟ انا نفسي اقعد جنبه، نفسي انام جنبه. يلا رايحة اصلي.